الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أسعد النبيين والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وبعد، براو كمان دي عندي صوتنا لوكتون دي كوي أودن نشما كلام دي المنانين مارشما سلا كمينو داتي كامينو داتي صلاة الجنازة سلا كامينو داتي سلا جنازة، وهي شي من فروض الكفايات. فرلادن كفايات قلتين من فرلادن تتنان كرا فرض كفاية قلتها أم لا سريا كلا أم لا يزبسنا نم فرن زري. وكيفيتها فتون شاترين ما أن يوضع الميت ميت دا جنات بين يدي الإمام فو إمام من شاء جنات رأسه عن يمين القبلة كلان زري فتو رأسه عن يمين القبلة كم برام قبلين، ورجلاه شياء دمي تريد عن يسارها وفي القبلين. أدي دا إمام يسير دازل شر ساريجن كونغا دولا دجن كم رولو نما دا ينكلا كانزير دجن. وتؤدى صلاة الجنازة صلاة جنازة دا كواتدين بأربع تكبيرات كورياديو يرفع يديه مع كل تكبيرة كورجن نصن الله أكبر قول جن نصر مكون زاحبتين، ويقرأ بعد تكبيرة الأولى نغاو كوري بريدن كراتين إمامي نغاو كوري بريدن كراتين بفاتحة الكتاب الحمد كراتين الحمد كراتيا، وبعد التكبيرة الثانية الحمد كراتين ما ينغاون كوري اندلا دمين كوري اندلا كوري ما ينغاون يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد. فوتو عليه الصلاة والسلام رؤادتين فوتو تيا كرانمي ديرندن كرانمي ني عليه الصلاة والسلام رادوتين. وبعد التكبيرة الثالثة نقاو كوريك نياك ميدن يدعو للميت بإخلاص إخلاص صار تنصر شي ميت رو على تورين. والأفضل أو يتصور شما فدلان زدان وعد أن يكون بالدعاء المأثور مداد عليه السلام تمونا حديث كراتنا ألن شلان فيدات شلان ميت درو على قرد شما صور فدلان. ثم أدين قاون يكبر الرابعة كن ديوم ركورجا ويقف قليلا قال لا دجن أدين قاون ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه كم برمزيش فتدرو السلام عليكم قل جن سلام جن وإن سلم تسليمة ثانية قلت السلام كن إني ميتدوين فلا بأس أدين أيوبا لورود ذلك في بعض الأحاديث ادي كراتنا ننقدره حديث ثالان كراتنا ننقدره سلام اني سلام جمين ايوبا. والحمل اذا سقط ساسرو سكرويا من اربع اشهر سرور كنتاو دي وين غالاندو ترى با بنات سلويا سلي عليه شر سالتين لحديث السقط حديث شمان كراتنا ننقدره يصلى عليه شر سالتين ويدعى نقودتين ألا لوالديه ينزى بانزار ألا تورين بالمغفرة والرحمة قورا رحمة ألا تورين. وتشرع الصلاة على الغائب كرو كامين دون شيرنا با شر سالتين شرطنا الذي لم يصلى عليه كامين دون شر داتين شاشي ترتنا داجي شرو صلاة الغائب شيفون دون با نيانو ميتو دون انغارو شرو صلاة الجنازة شرو جورو تدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي نجاشي مي حبشا يباوزنا دين عليه السلام يفوتو سرناي. وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت صلاة جنا كمينو داتو دين أم دنقو زنا وصورو كمين درو زورو فدلار والجن أي إنكروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي ما لا يقول زنا ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين ميت فيما شر سالزاني أمة لا سر مسلم مايلا شر سالزاني سالجا يبلغون منه مئة يبلغون مئة عدد ذن مئة ذين والجا كلهم يشفعون له سيسمى الشاشة فترى على شر صور أدن شر سالزاني إلا شفعوا فيه سيشا كمان دي شاشة فجا. ولا تجوز صلاة الجنازة على الكافر على كافر كردي باوزنارو شرو صلاة الجنازة شرو كامل شرو داتود جشمبا أو ينقروا لقوله صلى لقوله تعالى كاولي كمان دين قلتنا ولا تصلي على أحد منهم
مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا كمان يقول زنا نقدر كردي دباو جا كردي دشرو سالتين با مسلم دباو جا شرو سالتين على كلا قلت نادا مقارا سر عند سمسر تتدار عند سمسر وصا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.